أشهد أن لا إله إلا الله، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، يعني الغافل كالميت والذاكر كالحي. كفى بهذا تشجيعا وترغيبا في الذكر، وأن ينبغي المؤمن أن يكون ذاكرا لله. ولهذا في حديث عبد الله بن بشر لما قال يا رسول الله ردني يا رسول الله علمني بابا أتشبت به فإن الشركات كثرت علي، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فينبغي المؤمن أن يكون كثير الذكر، نعم، حتى يكون بعيدا عن مشابهة الأموات. الغافل شبيه الميت والذاكر شبيه الحي. نعم.